مرحبا، أنا دكتور سمير الملقي، استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول، وكاتب في مجلة نكات عائلية وفاميلي فليفرز منذ تأسيسها. بدي أحكي لكم بهذا البودكاست من وراء المايك عن الحول الطفولي. الحول الطفولي هو نوع من أنواع الحول اللي بيصيب الأطفال في سن مبكرة وبيؤدي إلى انحراف العين إلى جهة الأنف. هناك نوعين من أنواع الحول الطفولي، الحول الخلقي والحول الخلقي مع طول النظر. هلأ الحول الخلقي بيكون سببه ناتج عن خلل وظيفي في قدرة الدماغ على تثبيت العينين باستقامة بحيث تنحرف العين إلى جهة الأنف. الحول الخلقي مع طول النظر هو إضافة للحول الخلقي اللي حكينا عنه قبل شوي، هو ظاهرة طبيعية عند الأطفال، ولكن إذا كانت الدرجات أعلى من قدرة العين على التحمل، بالحالة هاي بصير في نوع من الشد العضلي وبزيادة تركيز الطفل عشان يشوف بحياته اليومية، هذا بيؤدي إلى انحراف العين. هلأ أنا لما تجيني في العيادة طفلة أو طفل مصابين بهذا الحول، أول شيء بهمنا أنه نفحص قوة الإبصار، وفي طرق خاصة لفحص قوة الإبصار عند الأطفال حتى من عمر مبكرة، هي عمر السنة. يجب التأكد أنه ما في كسل، أنه قوة النظر بالعينتين متساوية. الخطوة الثانية اللي هي قياس زاوية الحول، إحنا منقيس زاوية الحول عشان نفرق بين الحول الحقيقي وبين الحول الكاذب، لأنه في أحياناً نوع من أنواع الحول الظاهري اللي بيبين للأهل والعائلة أنه الطفل عيونه مايلة ولكن هو فعلياً العين بتكون مستقيمة. فقياس زاوية الحول مهم جداً للتفريق بين هذول الشغلتين، وأيضاً عشان نحدد درجة العملية إذا احتاج الطفل لعملية في المستقبل. أيضاً يجب فحص قوة انكسار العين عن طريق وضع قطرات الأتروبين أو القطرات الموسعة للحدقة، وهذه بتؤدي إلى أنه نقدر نفحص الشبكية وقاع العين، وأيضاً نحدد إذا في طول نظر وبالضبط كم هي درجته. العلاج الحول الطفولي بيكون بعلاج السبب تبعه، فإذا كان في لقينا أنه في طول نظر، بالحالة هاي يجب إعطاء نظارات طبية لفترة من الوقت، وبعدين متابعة الطفل مرة أو مرتين لتأكد أنه العينين مستقيمة أو لا مع النظارة. إذا كانت العين مستقيمة مع النظارة فبالحالة هاي الاستمرار بالنظارة وما بنعمل شيء، ولكن إذا لم تستقيم العين يجب إجراء عملية، والعملية هاي عملية يومية بتنعمل، وهي عملية آمنة ونتيجتها نسبتها عالية من النجاح. بنهاية البودكاست هذا بحب أني أوجه رسالة، وهي أنه عدم الانتباه للمقولة الشائعة اللي بتقول أنه خليهم يكبروا والحول بيروح لحاله. على العكس، العكس تماماً هو الصحيح، لأنه يجب أنه إجراء العلاج في أقرب وقت وأسرع وقت ممكن، منعاً لحدوث أولاً الكسل البصري، وأيضاً عشان ما يتعود الدماغ على الغلط. كنت معكم أنا في بودكاست من وراء المايك، بتأمل نشوفكم مرة ثانية في بودكاست ثاني، وشكرا لانتباهكم.